نادية تتعب، وهذا شوفوني جاي جاي هني يراي. اي ما شاء الله عليه والله، هذا ما توقعته والله يصعد الشكل. طبعا في الصعود الجبلي لازم تكون عندك عصا. العصا تفيدك توزيع الوزن حسب على كبر ما تيك آلام في المفاصل، حسب ما تتعب مفاصلك، فلازم في الصعود الجبلي تكون عندك عصا. ومنها للتثبيت في أماكن تحتاج العصا إنك تستند عليها حسب ما تطيح. واليوم إن شاء الله القمة. طبعا هاي مينة الخور، وهذه يسموها جزيرة القرش على أساس أن الذيل هني يشبه القرش مثل ما يقولون، بس الغوص هناك يعني شيء من الآخر، في مرجان وفي سيف تقدر تنزل. هذا مسار جديد للونه أصفر، أتوقع أنه مسواي لمسار الدراجات، أتوقع إذا ما خاب ظني. بالعادة يكون رصاصي لونه، بس أتوقع لأنه معبد بشكل كبير. هذا نفس هذا، تشوف فيه حصى وايد، هذا الشارع معبد كامل شكله للدراجات. إن شاء الله يكون للدراجات الجبلية، حسب نجرب. جربنا في الزيارة للمغامرات دخلنا بالدراجات، ولكن المسار السهل يعني يباله جهد كبير، كيف المسارات المتوسطة والصعبة اللي هي الخضراء والزرقاء والحمراء. الله يعين، إن شاء الله هذا يكون مسار طيب للدراجات. وصلنا ارتفاع 2200 متر، باقي تقريبا ساعة على الأذان، إن شاء الله نلحق على تصوير الغروب. هنا يبين، شوف أنا ما كنت ملاحظ على هذا المسار اللي هو مال الدراجات، ينتهي لين من نقطة البداية. هاي نقطة البداية، هذا المسار أنا جاي من هذا المسار الأبيض، هذا مسار بعد يبتدي من هناك، ولكن الخط ماله على اليمين ما يبين من هنا. يعني بهذا المسار تقدر أنت بدراجة، تقدر أنت بسكوتر، تطالع على جمال المنظر في خرفة كان. يعطيكم العافية، إن شاء الله نلحق على الغروب، إنه ما بقى شيء، ما بقى شيء إن شاء الله. وأخيرا وصلنا للقمة، ما بقى شيء. هذا المكان تقدر تشوف الخور من البداية، من تبدأ من الجامعات الدوار النافورات، مجمع الحكومة هناك، آخر شيء هني عندك الخور كله، المينا ماريديان صوب دبا، يعني فيو كامل تشوفه الخور فكان من هذا المكان. من على قمة جبل الرابي، دار راسكم يا الشارجة. والله صراحة شغل جبار، يعطيهم العافية. حتى الفزيارة تبين من هني. طبطنا الكاميرا على الغروب، إن شاء الله بنزل لكم الفيديو عقب ما يجهز. الحين نجهز فطورنا، فطورنا هني اليوم بيكون بسم الله. يا سلام يا سلام، هني الكاميرا قاعدة توثق. عاد أنا زكمان شوي سامحوني. وهذا الغروب، إن شاء الله بنزل لكم بوست كامل عقب ما نعدل عليه. الله أكبر، واضح أذان. واليوم فطورنا التواضعي تمر واللبن، أهم شيء اللبن بارد، متمرة مع الثلج والقشطة، وهذا العيش بعد يعني.
يتقبل الله صيامكم.